أشاد قدس الأبرامي عساكريا كاهن رعية سانتا كاترينا في بيت لحم بأعمال رسل الرحمة الإلهية، وذلك خلال احتفال حضره عدد من الأباء الكهنة ومجموعة رسل الرحمة. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. احتفلت كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم بعيد الرحمة الإلهية، وذلك يوم الأحد التالي لعيد الفصح، حيث ترأس القداس الاحتفالي الأب رامي عسكري كاهن رعية سانتا كاترينا والمرشد الروحي للمجموعة، بمعاونة الكهنة الأجلاء وبحضور مجموعة رسل الرحمة اللواتي قمنا بتجديد التكريس أمام الهيكل للسنة الثامنة على التوالي. امتلأت الكنيسة بالمؤمنين وأحيت جوقة الكنيسة القداسة بالترنيم الفصحية. وفي كلمة الأب عسكري، فقد أشاد بأعمال الرحمة الإلهية والخدمة اللامتناهية في عمل الخير للآخرين، وأضاف: في هذا اليوم تنال النفس التي تعترف وتتناول القربان المقدس غفرانا كاملا للخطايا والعقاب. اليوم احتفلنا بعيد الرحمة الإلهية اللي هي بيجي تاني أحد من الفصح، هو عيد أراده يسوع ليظهر رحمته للعالم. بلش مع القديسة فاوستينا ببولندا وأراد منها ترسم الصورة اللي منها إشعاعين اللي بيشيروا للإفخارستية، بيشيروا لفداء لإلنا من خلال موته وقيامته على الصليب. فإذا وهذا الخلاص والرحمة أراد أنه ينشرها لكل العالم، فلشان هيك تأسست في بيت لحم رسل الرحمة الإلهية اللي عم بعيشوا هاي الروحانية. ولو هلأ بالرعية كلياتنا بنحتفل، لأنه كلياتنا مطلوب منا نكون رسل رحمة إلهية بين بعضنا البعض ومكرسين ليسوع. أمين. تخلل القداسة دورة للكهنة مع ذخائر القديسة فوستينا القادمة من بولندا، وصورة للرحمة الإلهية، ومع خدام الهيكل ومجموعة رسل الرحمة على وقع ترتيل وتلاوة مسبحة الرحمة الإلهية التي رفعت من خلال النوايا الحسنة للعالم من أجل السلام. منحب أنه نوصل رسالة القديسة فوستينا إلى جميع الناس اللي بتوصلنا لسيد المسيح، وأكيد أنه كل كلمة من كلماتها هي بتخلينا نتعرف على المسيح أكثر. وفي نهاية القداس وبعد البركة الختامية التقطت الصور التذكارية في الكنيسة، فكلمات يسوع المسيح للقديسة فوستينا: وبهذا اليوم ستفتح كل الأبواب الإلهية لتتدفق من خلالها كل النعم، فلن يكون للبشرية سلام إلى حين ترجعوا إلى ينبوع الرحمة الإلهية. الرحمة بتكون عبارة أوقات عن أنه نحن مش نقدم إشي مادي، ممكن معنوي، ممكن حدا متضايق نحكي معه. هيك علمنا يسوع، هيك كان يسوع يظهر للقديسة فوستينا يحكي لها أنه أنت لازم تنشري هاي الرسالة تاعت الرحمة. يعني أنا كل اللي عملته رحمة للعالم، أنا ضحيت في حالي، هو فادينا. فنحن نفس الشيء لازم كل ما يكون عندنا وقت، ونحن تقريبا في المجموعة كلنا إميات، رح منحاول ننشر كمان الإشي في بيوتنا وأسرنا عشان تنتشر هاي رسالة رحمة يسوع اللي بشر فيها ووصل القديسة فوستينا إنها تنتشر في كل البلاد. ما أجمل يا رب عطاياك التي لا تنفذ أبدا يا يسوع، إننا نثق بك. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم.